ينفع يا كابتن تعرفني على بقية الفريق؟ يا كابتن حامد، اجتمعت الفرقة. طبعا. لا وفي ناس مشيت. لا واحد واحد بقى كده اعرف اساميكم. كابتن حليم خضر. كابتن عبد الحليم. يحيى حسن. كابتن يحيى حسن. محمود دبشه. كابتن دبشه. شعبان ابو الشيز. ابو الشيز. حجاج عبد الفتاح. زيزو. حمدي حمدي. منفصل منفصل. ودي اسماء كرويه ولا دي اسماء يعني شهره؟ يعني كابتن ابو الشيز. ابو الشيز ده شهره. يعني انت في الشغل مش ابو الشيز. لا اسمع حقاني صلاح. دبشه بقى؟ ها؟ هو دبشه. دبشه دبشه بس اسمه الحقاني محمود. انا مولود كده. معلش بتحصل يا كابتن. يعني الدراسه، لعب الكوره في الشارع، الجيش، والشغل كله محمود دبشه. كله محمود دبشه. دبشه. وابو الشيز زي كابتن شاذلي. حبيبي الشاذلي الله يرحمه. انت ترسناوي؟ لا انا ترسناوي بس بعد الاهلي. الاهلي اولا. ما بتتخانقوش على موضوع الاهلي والزمالك ده؟ لا 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 لا. مين زملكاوي غيري؟ احنا الاثنين بس. لا طبعا اقول كابتن زملكاوي متعصب. زيزو ما بينكر ما دام تحب بتنكر ليه؟ ده واقع جنبه. انا هقول على حاجه بعدين. انا بقالي معايا 20 سنه عارف الزملكاوي بيضحك عليا بيرقصني. لا اسمع الله هو عارف مش الزملكاوي. اسمع الله اتفضل بقى بعد كابتن حامد دمك الشان ده بيضحك علينا. عايزه اسال حضرتك ايه افكه حاجه حصلت لكم كمجموعه كده في سنين الكوره اللي بتلعبوها دي؟ انا كنت بلعب باك ليفت، كنا في شركه المولود العربي. ماشي. فالكابتن شعبان كان بيلعب عليا ونجراي، فدخلت فيه واحده جامده شويه، فراح عمل لي كده وقال طب انا هوريه. ففي كوره جايه كده رحت مهوشه، فهو جاي يضرب فيا، فروحت انا باعد بعيد كده في مركز شباب الجزيره، كانت في ترعه نزل فيها. لا لا يا ولاد وجع في الجنه. وجع في الجنه. وجع في الجنه. لا 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 دي واحده من الوحايد بتاعت شباب. ما اتخانقتوش بعديها؟ لا 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 حبيبي ضحكتوا. شكلكوا تضحكوا على بعض. مين؟ عشه عمر. ليكوا اسم الفرقه دي ليها اسم؟ فرقه مكاوي. هو تركيبات فريق مكاوي. المجموعه يعني. يعني فريق التركيبات وفريق مكاوي. فريق التركيبات وفريق مكاوي. التركيبات ده كنت بتاع حامد مكاوي. نسبة إلى كابتن حامد. التركيبات دي للشركة مقاولة عرب. للشركة الحتة اللي كنتوا بتشتغلوا فيها. إدارة التركيبات. إدارة التركيبات. مقاولة عرب. طب وأنتوا صحاب جدا جدا وفي نفس الوقت لعيبة كورة، ما كانتش بتحصل كده حركات نص كم كده ترقيصة خروقة حاجات من اللي الناس ما بتحبهاش دي؟ قول لحضرتك إحنا عاملين نظام في الملعب هنا. إيه هو النظام؟ إن إحنا كلنا كبار السن، ممنوع أي واحد يعمل كوبري في التاني. لو واحد عمل كوبري في التاني تيت فاول عليه ويبقى على البتاع. برضو عشان احنا سننا وما نقدرش الملعب وناخد الساعة بتاعتنا كويس، بنعمل ايه؟ محدش يشوت من نص قبل نص الملعب ويشوت والجول طالع يحطها. لا في حاجات ان احنا لازم نروح بالكرة نسلم بعضينا عشان نروح. حد من ولادكم بيلعب معاكم؟ كابتن محمد دبشة والكابتن يحيى عبد الله. كابتن يحيى هو ابنكم ولا قصدك ابن كابتن يحيى؟ ابنه عبد الله. وابنه احمد. واحمد ابنه ما جاش النهارده. وبتسمحوا لهم بقى دول للانضمام؟ دول عشان الشباب بيجنونا شويه. وابن اخويا قاعد بره يعني احنا كده هم بيجرونا شويه ويسمعوا الكلام برضو. ما حدش من وسط الملعب يشوط وتحسبوا عليهم فاولات برضو. محسوب. طب انا عايزه اسال حاجه، يعني ايه سر الاحتفاظ ان شاء الله بدوام الصحه والعافيه والشباب؟ عدم التدخين. اول حاجه التدخين. التدخين. انا اقول لك انا ايه؟ قول يا كابتن. انت ما سالتنيش السؤال ده. قول يا كابتن. اللي احنا بنضحك صح؟ طبعا الله يفتح عليك. انا ما سالتكش بس الحلقه دي على فكره كلنا بنضحك معموله مش عشان الكوره يا كابتن. الحلقه دي احنا مش جايين نعملها عشان الكوره، زي ما قلت المشجع الشواكيش بالظبط. احنا رحنا لهم عشان الوفاء. واحنا جينا لكم عشان الضحك والصداقه العمريه. الصداقه والضحك بينهم اللي ده مجرد رمز. ما حدش بيزعل من حد. لا كلنا راجل واحد يعني. وهو موضوع التدخين دوت ده اللي كابتن حامد. انا واحد زميلك محبوب شدينا مع بعض مسك الخرطانه جري ورانا ضربنا قلب الملعب جري وراه في الملعب ضربه. طب انتوا توافقوا لو معلش اتكلمنا كتير نحرك بقى عضلاتنا تلعبوا كده وانا ممكن احكم؟ ماشي اوكي مفيش مشكله. انا العب صفاره. ايه صفاره؟ انا همسك صفاره. انا جاتلي خبر حضرتك بتلعبي كوره. ما خايبانه جدا. لا لا